وكان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى غادر بحفظ الله ورعايته أرض الوطن هذا اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.